اليوم نخرج بمدينة البيضاء تلبية لنداء النصرة أولا وتلبية لنداء الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع للاحتفال بهذا النص العظيم، هذا اليوم التاريخي في مدينة البيضاء. فنحن اليوم المغاربة بجميع مكوناتها في جميع في أكثر من 20 مدينة خرجوا للاحتفال بهذا الانتصار الذي حققه أحبابنا وإخواننا في فلسطين، فلسطين الإباء، فلسطين الإرادة، فلسطين العزيمة. هذا درس لنا ولجميع الدول العربية أن من وضعت يدها في المطبعين في دولة بني صهيون فمآلها كما عشنا هذه يومين الهوان ومآلها الخراب والدمار. فنقول لهم من أردتم أن تستعينوا به فلم يقدر على مواجهة أبسط جيش أو أبسط فرقة من فرق الدفاع هي أهل فلسطين. فاليوم نفرح كما يفرح جميع المغاربة بهذا الإنجاز العظيم، وإنه ليوم مبارك مشهود بساحة سراغنة أن يخرج جميع البيضاويين والبيضاويات للفرح بهذا الإنجاز. ونقول كما قلنا سابقا نحن معكم في محننتكم لن نتوانوا قيد أنملة على شبر من أراضينا في فلسطين. احنا في الجبال المغربية للدفاع عن فلسطين ومناهضة الطبيعة دار بيضاء إلى جانب كل إخواننا الآن وفي نفس اليوم على المستوى الوطني نازلين في الساحات العمومية باش نعبروا على الاعتزاز ديالنا والافتخار ديالنا بالإنجاز ديال المقاومة الفلسطينية، لأننا نعتبر ما وقع يوم السبت هو ملحمة تاريخية، هو ولادة جديدة للقضية الفلسطينية، هو إنجاز يزرع فينا الأمل ويزرع فينا مزيدا من الصمود والإرادة ويقوي إرادة كل أحرار العالم وليس الفلسطينيين. إنهم يصنعون التاريخ من جديد، إنهم يشقون طريق المقاومة بدمائهم النقية. فتحية إجلال وتقدير لكل هؤلاء الشهداء. عملية طوفان الأقصى كسرت الوهم بأن الكيان الصهيوني يمتلك من القوة العسكرية واللوجستيكية، وسقط هذا الرهان. عملية طوفان الأقصى أسقطت القناع عن كل المطبعين الذين راهنوا على الكيان الصهيوني، فإذا به غير قادر على الدفاع عن نفسه وبالأحرى الدفاع عن الأنظمة. واش ما غاديش يحشموا المطبعين بعد هادشي؟ الناس اللي ما اكتفاوش بالتطبيع التجاري، ما اكتفاوش بالتطبيع الثقافي، ما اكتفاوش بالتطبيع الفني، ما اكتفاوش بالتطبيع الأكاديمي، ما اكتفاوش بالتطبيع على عدد كبير من المستويات البحري والجوي والسياحي وزيد وزيد، ودخلوا يعني حتى صبحوا في حلف عسكري مع الجيش الصهيوني بدون شك، على أساس الحلم بأنه غادي يحتميوا بهذا الجيش الصهيوني في حالة حرب. هذا دليل أنه هذا النوع من التفكير خطأ، وبأنه يعني الجيش الصهيوني ما قادرش باش حتى باش يحمي راسو على جنرال تخطاطه في البال، جنرال اللي تخطاطه في البال. كيفاش بغيتي يعني يحمي يعني حلفاء ديالو؟ كنتمنى أنه هذا الدرس هذا يعني غادي يكون قوي بشكل كافي باش يعني المغرب يعني السلطات الرسمية توضع حد التطبيع على جميع المستويات وتفسخ جميع الاتفاقيات اللي كانت يعني مع الكيان الصهيوني. من جهتنا نحن كشعب يمكن أن نساهم بكثير يعني من الأشكال للانتصار الثورة الفلسطينية. احنا حركة BDS كنقولوا بأنه المقاطعة ديال البضائع، ولكن كذلك المقاطعة الثقافية، المقاطعة الأكاديمية، المقاطعة الرياضية، المقاطعة على جميع المستويات كتساهم في عزل الكيان الصهيوني وفي إضعاف ديالو، وبطبيعة الحال كتساهم في انتصار الثورة الفلسطينية الذي هو انتصار آتي لا محالة. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي
وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.